السيد محمد سيدهم من المملكة المغربية الشقيقة. السيد راشد آل علي من دولة الإمارات العربية المتحدة. السيد سفيان طه من دولة فلسطين الشقيقة. ندعو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان للتفضل لتكريم وأخذ الصورة التذكارية مع أعضاء اللجنة التحكيمية بمعية معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وسعادة خليفة عبدالله النعيمي نائب رئيس اللجنة التنظيمية العليا لبطولة الظفرة العربية لجمال الخيول العربية، وسعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية. كل التحية إلى اللجنة التحكيمية، أداء مشرف وجميل في هذه البطولة، كادر عربي يعني حقق أكيد الإنصاف في هذه البطولة، شهدنا تحكيم على أعلى مستوى من الكادر العربي، كل التحية لهم، أكيد يستحقون التقدير الكبير مننا جميعا. والآن مع تتويج الحاصل على كأس الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الكأس من نصيب ميرال بيدي لناصر أحمد علي بن ضاحي آل علي ب 92.38 نقطة. مبارك للسيد ناصر أحمد آل علي حصوله على كأس الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لتحقيق ميرال بيدي على نتيجة 92.38 نقطة. صورة تذكارية الآن مع اسمه الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، تشريف هو الحصول على كأس حمدان بن زايد آل نهيان. إذن حضورنا الكريم، ستنطلق بعد قليل بطولة الأمهار، سنترككم بداية مع استعراض الأمهار المشاركة في بطولة الأمهار